تندرج مشاركة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للأنتربول ضمن استراتيجية مندمجة تروم تدعيم انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة مختلف التهديدات الإرهابية ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتوطيد الحضور الأمني المغربي كفاعل رئيسي وموثوق به في مختلف المؤتمرات والملتقيات العالمية ذات الصلة بالتعاون الشرطي وقضايا العدالة الجنائية. استراتيجية تستمد مبادئها ومرتكزاتها وأهدافها من التوجيهات الملكية السامية ومن النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ومن رؤيته المتبصرة لأهمية التعاون الدولي والإفريقي في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني. كما تأتي هذه المشاركة في سياق إعداد وتحضير المملكة المغربية لاستقبال الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للأنتربول والتي ستحتضنها مدينة مراكش العام المقبل. الجمعية العامة للأنتربول موعد سنوي ومناسبة متجددة تساهم فيها مصالح الأمن المغربية في مناقشة قضايا الأمن الشامل وآليات التعاون الشرطي الدولي واستشراف التهديدات والمخاطر المحدقة بالأمن العالمي، فضلاً عن إبراز معالم النموذج الأمني المغربي المفتوح على كل أنواع التعاون المثمرة والموسوم بقابلية تطوير الشراكات الأمنية بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار. وفد المملكة المغربية أبرز مظاهر وتجليات التجربة المغربية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستقبل العمل الشرطي، كما شارك في مباحثات بلورة الاستراتيجية العالمية للأنتربول لمواجهة الإرهاب وتعزيز الدعم الميداني لأجهزة تطبيق القانون وفي المناقشات المتعددة الأطراف التي تناولت آليات تعزيز الوصل بين أجهزة الشرطة. وتميزت المناقشات الأمنية المتعددة الأطراف أيضاً بدراسة وتحيين وتطوير قائمة الأنتربول لأسوأ المواقع الإلكترونية التي تنشر مواد الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وكذا الإسهام في إعداد مشروع اتفاق تعاون موحد بين الأنتربول وكيانات من القطاع الخاص بغرض ضمان المواجهة الناجعة لهذا النوع من الجرائم الخطيرة. وفي سياق المباحثات المشتركة بين الدول استعرض المغرب مقترحاته الكفيلة بتطور مشروع الاتفاق بين الأنتربول ومنظمة الصحة العالمية وكذا مذكرة التفاهم المرتبطة بالحفاظ على تعددية الأطراف لتعبيد الطريق نحو بنية أمنية عالمية متكاملة قادرة على استيعاب التحولات العميقة في بنيات الجريمة وامتداداتها الدولية. وفي نفس السياق عقد المدير العام للأمن الوطني لقاءات ثنائية مع كل من الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس منظمة الأنتربول ومع السيد يورغن شتورك الأمين العام للمنظمة المنتهية ولايته ومع الأمين العام للأنتربول المنتخب حديثا السيد فالديسي أوركيزا، لقاءات تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مجال المساعدة التقنية والتنسيق العملياتي وكذا آليات تطوير العمل الأمني المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي. وبالموازاة مع أنشطة العمل الأمني الشامل أجرى مدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المشارك له العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع وفود الدول الصديقة والشقيقة من أجل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني والسعي للارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي مع المغرب إلى مصاف الشراكة الأمنية الاستراتيجية. وتقديراً لمجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي وتثميناً كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، فقد تم التصويت بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا. وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية من طرف مندوبي 96 دولة عضو في منظمة الأنتربول بفارق كبير مع باقي المرشحين. وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الأفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنية الشرطية الأفريقية
ومسلحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري. وانطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات بما فيها المستوى الأمني. ومن هذا المنظور تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل لشغل هذا المنصب يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية وتطوير المرافق العامة الأمنية وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي والمدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة الغير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويتطلع المغرب بعدما تم انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تسليط الضوء وتنسيق الجهود بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب وللأمن محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني أنتربول الرباط. وفي ختام فعاليات اليوم الأخير من أشغال الدورة 92 للجمعية العامة للأنتربول، تم تسليم علم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول. وبهذه المناسبة ألقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كلمة جدد من خلالها الشكر والتقدير لكل الدول الأعضاء التي اختارت بالإجماع منح شرف استقبال النسخة 93 للجمعية العامة للأنتربول للمملكة المغربية وتحديدا لمدينة مراكش في عام 2025، كما عبر عن فخر واعتزاز السلطات المغربية ممثلة في مصالح الأمن بأن تكون المملكة المغربية قبلة آمنة لجميع الدول والمنظمات والمعاهد الأمنية للتداول في قضايا الأمن العالمي لبحث سبل إرساء عالم أكثر أمنا وتسطير استراتيجيات الأمن في أبعاده الشاملة والعابرة للحدود الوطنية. وشدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على حرص مصالح الأمن المغربية على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح دورة الأنتربول المقبلة لتكون اجتماعاتها ناجحة ومثمرة بمخرجات وتوصيات واعدة ومقاربات متطورة تسمح بخلق جبهة عالمية ومشتركة لمواجهة مختلف التحديات الأمنية. وفي ختام كلمة المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ثم عرض شريط فيديو يبرز مؤهلات المملكة المغربية ومعالم مدينة مراكش التاريخية ويسلط الضوء على النموذج الأمني المغربي، وذلك للتعريف بمقومات المملكة المغربية التي ستستضيف الدورة المقبلة لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.